بعد إعلان الرئيس السوري بشار الأسد شروطه لعودة العلاقات مع تركيا والتطبيع الكامل بين البلدين، والتي تمثلت في الخروج الكامل لتركيا من الأراضي السورية، ردت الخارجية التركية على شروط الرئيس السوري، حيث قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو إن بشار الأسد يطالب منذ البداية بانسحاب تركيا من الأراضي السورية بشكل كامل، لكن أنقرة لن تقبل أي شروط مسبقة في محادثات من هذا النوع في حال استمرت قوات PKK وقوات قصد بالتواجد في شمال شرق سوريا. وتابع أغلو قائلاً إن نظام الأسد يقول منذ البداية إن على تركيا مغادرة سوريا، لكن الحقيقة أن هذا النظام لا سلطان له على أرضه، فقوات PKK وقصد لا تزالان تهيمنان على أجزاء كبيرة من المنطقة. وأضاف وزير الخارجية التركي أن الولايات المتحدة غير راضية عن الاجتماعات التي تجريها تركيا مع الأسد، وتقوم باستمرار بدعم قصد وPKK، مؤكداً أنهم سيتحركون انطلاقاً من مصالحهم ومصلحة المنطقة، كما يعملون لضمان عودة آمنة للنازحين إلى بلادهم. وعن المفاوضات الجارية مع الأسد وانعكاسها على المعارضة السورية، أوضح وزير الخارجية أن بلاده تريد إحياء العملية السياسية ولا توجد احتمالات أخرى، مشيرا إلى أن هناك نظام ومعارضة في مسيرة أسيتانا، ولذلك لم يتم الحصول على نتيجة في اللجنة الدستورية. وأكد أنه من الضروري إحياء العملية السياسية في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، كما إن تركيا تعمل للحفاظ على وحدة سوريا، بينما يعلم الأسد جيداً أن قوات حزب العمال الكردستاني وقصد تريدان تقسيم البلاد. وأكد أنه من الضروري أيضاً الانخراط والعمل مع نظام الأسد، حيث كان هناك اجتماع على مستوى نواب الوزراء ثم على مستوى وزيري المخابرات والدفاع. وأكد على حضور تركيا في اجتماع وزراء الخارجية المقبل والذي أعلنت عنه روسيا عندما يكون التاريخ واضحاً. وقبل أيام قليلة نقلت وكالة الأناضول التركية عن وزير الخارجية أن الاجتماع الرباعي حول سوريا بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وطهران ونظام أسد قد يعقد مطلع مايو أيار المقبل في موسكو. وكان الرئيس السوري بشار الأسد صرح لوسائل إعلام روسية من قبل بأنه على استعداد لعقد لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن بشروط أساسية، وهي عندما تكون تركيا جاهزة بشكل واضح وبدون أي التباس للخروج الكامل من الأراضي السورية، والتوقف عن دعم الخارجين عن القانون، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الأزمة السورية.